إلى ولاية بتنا، حيث نظمت مديرية الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية التجارة وشركة سونالغاز، بالإضافة إلى جمعية حماية المستهلك، قافلة تحسيسية للتعرف بمخاطر الغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون. المزيد في ميكروفون عبد المليك شرفاوي. مع حلول فصل الشتاء وبداية الاضطرابات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، يتزايد خطر الاختناق بغاز أحادي الكربون ليبيد عائلات بأكملها. لتواصل مديرية الحماية المدنية وبالتنسيق مع مصالح سونالغاز ومديرية التجارة وكذلك جمعية حماية وإرشاد المستهلك خرجاتها لتوعية المواطنين والتجار بضرورة بيع واقتناء أجهزة التدفئة مع جهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون. مع قدوم موسم البرد، يعني معظم المواطنين تاعنا يلجؤوا إلى إشعال أدوات التدفئة دون مراقبة يعني قنوات تصريف الغازات المحروقة. في فصل يعني في فصل الشتاء، في فصل الصيف أو الربيع، تلقى يعني القنوات يسدوها أكرمك الله بمنشفة ولا، ومن بعد كي يدخل موسم البرد يروح يعني مباشرة يشعل أداة التدفئة نتاعو بلا ما يراقب قنوات تصريف الغازات. بصفتنا يعني ندخلوا في الميدان، يعني صارت حوادث يعني مميتة، من بينها يعني 5 أفراد من عائلة واحدة. كان السبب يعني لو كان تشوف السبب نتاعهم اللي أدى إلى الوفاة تاعهم رحمهم الله، يعني سبب تافه. لي نصيحة أخرى، استعمال جهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون ولا لو ديتكتور دو سيو. سمعتوا المواطن كيفاش راهو يستعمل وتعطيوا له النصائح والارشادات لازمه، خصوصا فيما يخص السيو غاز او اكسيد الكربون. حنا راح نوجه لكم نعطيكم النصائح، وانتم ماذا بكم تقدموهم ثاني للمواطنين اللي يجيو يشريوا عليكم فورنوات، خصوصا في هذه الفتره. راح تبدا عمليه الرقابه الردعيه، لان كل مخالفه تكون فيها. حنا كمصالح مدير التجاره في هذا الصدد نقدر نعطيك النقاط الخاصه في الميدان مدير التجاره انه يكونوا مطابقين. وفي حديثنا مع تجار الأجهزة الكهرومنزلية يستحسنون المبادرة التي من شأنها تخفيف أو تقليل من خطر الاختناق بهذا الغاز القاتل. لازم احنا نساهموا في التوعية هذه بأن الناس نتفادوا هذو المشاكل كامل، وإن شاء الله الناس يكونوا واعيين والتجار يكونوا واعيين. كي دوكا يدخل لي كليون يشري عليا فورنو لازم نمدلو ديتيكتور، هذا ماهوش يتباع وحده ولا. تي فورنو فورمي الفورنو. الفورنو ما نمدوش المولاه، نقول له هاو. نعطيك على سبيل المثال هاو حنا رانا ننبهوا، ودي فوا نستعملوا القوه ونتصلوا بالشرطه، نقول له باللي راه جا راه يدي فورنو يقتل عائله تاعو. نبلغ ولما نبلغ يسمى نكون انا بريء عند ربي. لتختتم هذه الحمله التحسيسيه بالاحياء الشعبيه والسكنات الموزعه مؤخرا. الشعله الافلام نتفقدوها كي تكون شعلة زرقاء، راهي عملية احتراق راهي تامة، رانا في مأمن عن غاز أحادي أكسيد الكربون. كي تكون شعلة صفراء ولا برتقالية ثم يكمن الخطر. كيفية تركيب قنوات تصريف الغازات المحروقة، هنا كما رانا نشوفوها هنا تركيب خاطئ، هذا تركيب معكوس، مال في مال العكس، تركيبة لازم تجي العكس، هذا تركيب خاطئ. هذا الأنبوب، هذا الأنبوب المطاطي راهو غير منصوح به، أنبوب المطاطي غير منصوح به، نستعملوا الأنبوب النحاسي. وبالرغم من حملات التوعية والتحسيس المتكررة، إلا أن غياب الوعي وعدم تطبيق النصائح والإرشادات يبقى غاز أحادي أكسيد الكربون يحصد العديد من الأرواح.